سامي، إن الرياح التي تعصف بالأشجار هي نفسها التي تلقح الزهور لتعطي الثمار. وهكذا الحياة تنقلنا من ملح الدموع إلى حلاوة البسمات. فكن أعذب بسمة على وجه أخيك. اطمئني يا أمي، سأعتني بوسيم وسأفعل ما في وسعي لئلا أجعله يشعر بغيابك عنا. سامي، أريد حلوى. سامي، أريد دبا. سامي، أريد أن نذهب إلى الحديقة. لك ذلك يا أخي. أخي، أنا أحبك. وأنا أحبك يا وسيم. أنا وأخي يوميا الثانية إلى الرابعة بتوقيت السعودية على صفا مكة. نسمة فتاة لطيفة مرتبة، استمعت إلى نصيحة جدتها وحافظت على أشيائها من الضياع، لتخرج من أقلامها مخلوقات سرية عجيبة تدعى الكوكو تاما. وكانت المفاجأة بتحقيق كل أحلامها. مع الكوكو تاما لا تخشي شيئاً، أبرمي العقد معهم وحققي كل أحلامك. كوكو تاما يومياً من الأحد إلى الثلاثاء، الثالثة عصراً بتوقيت السعودية على صفا مكة. تساعدون الليلة على صفا مكة.